كده انتوا معانا النهارده. ازاي نلعب كايزر تشيفز يا احمد في ظل ان هي مباراه، خلينا نتكلم على المباراه بشكل عام برضو الاول، هي مباراه صعبه جدا ومهمه جدا، وفي نفس الوقت تحط الضغط، الضغط كله على لعيبه النادي الاهلي على فكره بالمناسبه، يعني مش على لعيبه كايزر تشيفز، لانه لعيبه كايزر تشيفز لو اتغلبت كل الناس هتسقف لهم تقول لهم مبروك. صح، مبروك. مباراه صعبه جدا، يعني المباراه صعبه لكذا سبب. اول حاجه من وجهه نظري العامل النفسي، الضغط النفسي علينا احنا. ليه؟ لان انت الفريق البطل، انت اللي فريق تاريخك المتوقع ان انت تحصل على البطوله، فانت الضغط عليك انت، لكن هم ما عندهمش حاجه يبكوا عليه. هم اول مره يوصلوا نهائي دوري ابطال افريقيا، البطوله اللي خدوها كاس الكؤوس سنه 2001، فمش عليهم ضغط. فبالتالي انت الفريق الاكبر دايما هو اللي عليه الضغط النفسي، وبالتالي انت عليك الضغط النفسي اكبر. الحاجه الثانيه انا بشوف ان هم عندهم مدرب ستيوارت باكستر، المدرب اللي هو الاسكتلندي الانجليزي، مدرب بيجيد اللعب الدفاعي على طريقه هيكتور كوبر مع منتخب مصر، بيعرف ازاي يقفل المساحات ويضيق ويلعب ويضيق المساحات ويلعب دفاع كومباكت ومنظم جدا، وفي نفس الوقت بيلعب على الهجمه المرتده، يخطفك من خلال هجمه مرتده او من خلال ضربه ركنيه. يعني لما نتكلم برضو هنشرح ايه تكتيك الضربات الركنيه وازاي بيدربهم، ازاي حتى اسلوب الهجمه المرتده. يمكن انا بشوفهم فريق منظم بالذات في الهجمه المرتده، في باترن، في اسلوب معين بيطبقوه في الهجمه المرتده، عشان كده قدروا ان هم يوصلوا نهائي، وفي نفس الوقت عندهم برضو متحفظين في الضربات الركنيه. وفي نفس الوقت هو المدرب لما جه لقى ان الدفاع بتاعه بطيء، كبار في السن، على الارض مش حلوين، فبدا قال لك انا بالنسبه لي اضيق المساحات واخد واجيب الفريق عندي، وفي نفس الوقت اعتمد على الهجمه المرتده على حسب قدرات فرقته. ده السبب الثاني. السبب الثالث من وجهه نظري ان مشوارهم في البطوله زي ما كريم قال غريب. يعني كريم ذكر مباراة اللي هي سيمبا، لو نيجي بقى من بداية البطولة كمان، ده هم كانوا أول في دور الـ 32، قابلوا بريميرو دي أغوستو الأنجولي، اتعادلوا على ملعبهم 0-0، وبعد كده كسبوا بره ملعبهم 1-0 في الإياب. بعدين في دور المجموعات أول مباراة اتعادلوا مع حرية الغيني على ملعبهم، بعد كده اتغلبوا من الوداد 4-0، فالكله قال لك ده بره البطولة. كسبوا ورجعوا تاني في دور المجموعات في الماتش الأخير، اتعادلوا 2-2 مع حرية الغيني في الدقيقة 76 في غينيا وتأهلوا. بعد كده في دور الثمانية لعبوا مين؟ لعبوا سيمبا اللي هو كان متصدر مجموعة النادي الأهلي اللي كانت كل التوقعات رحاله لسيمبا، وقدروا ان هم يطيحوا بسيمبا. طب دور النص النهائي كله قال لك الوداد هو اللي في النهائي، كلنا كنا متوقعين الوداد لأن النهائي كان على ملعبه والوداد هو الفريق الأقوى، قدروا ان هم يطيحوا بفريق الوداد. إذن المشوار بتاعهم فرقة محترمة، فرقة صعبة لازم تعمل لها ألف حساب، لكن إن شاء الله النادي الأهلي قادر بإذن الله.